أنا عندي موعد هام في القصر الملكي. أرجوك يا ريت ما تنساش تبتسم للكاميرا، ممكن؟ يلا ابتسم. يا شطار. آسف يا صاحبي، كان لازم تتمهل في اختيار أصحابك. باي باي يا جميل، ايه رأيك بالتخطيط؟ مش فاضل إلا وقت بسيط. أو في دزان أريبا دارتشي فرويل يا حبيب. باي باي مازل، المجد حطيب وطريقك شوك وشاور لك بالمنديل يا جميل. باي باي، كنت ورايا طول المشوار وكأنها لعبة أطفال، كلها لحظات والدور ينتهي. ومعلش يا زهري، هو قصده ايه بمعاد في القصر الملكي؟ لسه ما فهمتش خطته يا دكتور. يا كريم، الملكة في خطر والإمبراطورية ضاعت. الملكة؟ ومعلش يا زهر، وحكون مبسوط وانا بقول باي باي يا كريم. وإيه رأيك في باسل؟ باسل؟ إزاي للدرجة دي كنت غبي؟ كل الناس بتغلط، بس مش لازم نيأس، لازم نبقى جرزان أثبت إنه أشطر مني، ها هيقعش في فخ زي اللي أنا طبيت فيه. امسك نفسك أمال، ممكن تفسد خطيته ده أنت. باسل الأسطوانة أخيرا حصل، الشرير خدعني يا باسل، أرجوك هزمني وانتصر وضحك عليا، خدعني وهزقني. كفاية بقى، إيش وقته يا باسل؟ الملكة في خطر، ألوفة هتضيع بسببنا، حضرتك في المصيادة وكل اللي بتعمله إنك بتكدب حظك. بص أنت تقدر تنقذنا، لكن لو يأس بالشكل ده يبقى ندوس إحنا على السوستة ونخلص. مش فاضل إلا وقت بسيط وتقول ندوس على السوستة. ندوس على السوستة. أيوة، ندوس على السوستة ونخلص. ماشي، استنى، أنا مش قصدي إن أنا أرتاح. زاوية انطلاق المقذوف في الجزر التربيعي للضلع العمودي 1270 على نص وتر زاوية الانطلاق الحركي يساوي 4300 15 مضروب في فرق معامل الاتزان. دوزا في اللحظة اللي هقول لك عليها هندوس على زناد المصيدة. استعد يا دوزا، استعد. شكرا يا دوزن، ابرسموا للصوره.